من سن 3 سنين ل5 سنين، والمشاكل اللي ممكن تواجه الطفل او الولد او البنت في السن ده، المغص اللي ممكن يكون بيجيله. يعني من 3 سنين زي ما قلنا، حكايه من سنه لثلاثه اللي هي تسنين، خلاص بعد 3 سنين خلص السنان، من 3 سنين ل6 سنين اللي هي فتره انه بيروح حضانه او قاعد في البيت، يعني عادي مفيش مشكله. المغص ممكن عدينا مرحله ان هو انسداد في الامعاء، يعني بعد من 4 سنين وطالع ممكن يكون زايده لو في مغص جامد. يعني ممكن الامساك زي ما قلنا برضو يبقى سبب من الاسباب في السن ده، ودي حاجه مشهوره، فلازم الام تلاحظ هو بيعمل كل يوم ولا لا، بيعاني وهو بيعمل ولا لا، البراز متحجر او ناشف ولا لا، لازم ابقى عارفه كل يوم عمل ولا لا. مهم جدا ان انا اظبط اكله، دي مهم جدا في الاطفال في السن ده، لازم الاكل الصحي الهيلث فود زي ما احنا بنقول. هي دي الفتره اللي انت تقدري تتحكمي في ابنك، تعوديه الاكل ده عاده، عودي ابنك ياكل كل حاجه هياكل، ما تعوديش مش هياكل. زي ما بنقول الام لازم، ما فيش حاجه اسمها ما ياخدش الخضار، خضار على الرز على لسان عصفور على المكرونه، بس لازم ياخد ان شاء الله اتخانق على معلقه. بعد 3 سنين ده طفل بيتكلم، المفروض بيننا وبينه حوار، فما فيش حاجه اسمها عقاب ولا بتاع ولا زعيق، مش كده حبيبي، كل هي معلقه واحده، لو مش هتاكلها مش هنروح النادي، مش هننزل عند تيتا مكان بيحبه، يعني هشيل اللعبه من عندك، هزعل منك، هي معلقه، اتخانق واديله معلقه وهياخدها، ما تديلوش تاني. هي دي نقطه الخلاف، ان الام بتفضل معلقه، طب معلقه تانيه، طب معلقه ثالثه، كل يوم بيبقى خناقه كده، هي بتزهق وهو بيزهق. لا، احنا بنقول الام هي معلقه وياخدها وخلاص، برافو شاطر شكرا. تاني يوم هتخانق على المعلقه دي برده، تالت يوم كده، بعد اسبوع الطفل ده مش هيبص امه بتحطها ايه، هو مش بتديله حاجه وحشه، هو رافض يجرب، رافض ياخد حاجه جديده، وده اكل عادي. فلما هي تديله الاكل ده بعد اسبوع مش هيبص، خلاص مش هيناقش معلقه ولا اتنين ولا تلاته. وزي ما قلنا من الاول، من سنه بنقعده معانا عشان يتعود ياكل معانا، فحب الاصطاع والفضول هيخليه يدوق اي حاجه، فيتعود انه ياكل معانا، دي مهم قوي من البدايه. يعني زي برضو العصاير اللي احنا برضو احنا كأب وأم سبب في ان ولادنا ما بيشربوش العصاير فريش، بيشربوا العصاير اللي هي الجاهزه اللي في منتهى السوق، يعني اللي كلها مواد حافظه والوان صناعيه، ان احنا اللي بنجيبها له ونديها له. المفروض بعد سنه الطفل، اي طفل بياخد الشاليمو، فانا اجيب له مج اللي فيه الشاليمو ديت واحط له فيها اي عصاير انا فريش في البيت، يعني ما عنديش موز باللبن، جوافه باللبن، رمان، في رمان، في مانجا، في فراوله، اي حاجه اديها له، فهم يتعود على الحاجات الفريش المغذيه مش الحاجات بتاع بره. احنا السبب، يعني الطفل ما يعرفش، احنا يعني اللي ما بنعودش احنا وبنزهق، وبعدين نقول له ما بيشرب، تعالى اشرب بعد 6 7 سنين او 5 سنين، تقول له خد فريش فريش ايه، او عارف العلبه وحافظها. طفل عند سنه ونص بيعرف يميز بين العلبه الجوافه والمانجا، عايز المانجا عشان طعمها مسكر، يعني تخيلي، فمفيش حد ما بيفهمش. فاحنا لازم عادات الاكل نبتدي من بدري ونرسخها قوي من 3 ل6 سنين، ان ياكل كل حاجه، وعصاير وفاكهه والخضار مهمه جدا، يعني مفيش حاجه اسمها ما بياكلش فاكهه وما بياكلش خضار، الكلام ده غير مقبول من اي ام، يعني ما ينفعش. تمام، ناخد